نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات والتلفزيون تيليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس: لأجل خير البشرية علينا الابتعاد عن التمييز الديني والعرقي والسياسي. بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس يدعون لإحياء ذكرى المجيء بتعبيرات تعكس رجاءنا المسيحي. كنائس الأرض المقدسة تحتفل بعيد يسوع الملك. وفيها أيضاً: السنة الكنسية رموز وحياة، في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. من العناوين إلى التفاصيل. قال قداسة البابا فرانسيس: إن عالمنا منقسم وممزق بسبب الكراهية والتوترات والحروب، وهذا الوضع يدفعنا نحن المؤمنين إلى الصلاة والعمل من أجل الحوار والمصالحة والسلام والأمن للبشرية جمعاء. وأضاف قداسته في كلمة وجهها إلى المشاركين في ندوة لدائرة الحوار بين الأديان مع مركز الحوار بين الأديان والثقافات في طهران قائلاً: لأجل خير المجتمع والبشرية علينا الابتعاد عن التمييز الديني أو العرقي أو السياسي، مشيرا إلى أن العائلة هي مهد الحياة والمكان الأول للتربية، حيث فيها يخطو المرء خطواته الأولى ويتعلم الإصغاء والتعرف على الآخرين واحترامهم ومساعدتهم والعيش معهم. أصدر بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس بياناً حول إحياء ذكرى المجيء وأعياد الميلاد بالشعائر الدينية في ظل الحرب المستمرة في الأرض المقدسة وغزة. وقد دعا البيان الرعاية على إحياء ميلاد السيد المسيح وولادته بتعبيرات تعكس رجاءنا المسيحي على أن يتم ذلك بروح تتسم بالحساسية تجاه المعاناة الشديدة التي لا تزال تعصف بملايين الناس في ديارنا بسبب هذه الحروب، كما يشمل ذلك رفع ذكرهم دوما في صلواتنا والتقرب إليهم بأعمال الرحمة والعطاء واستقبالهم بمحبة وأمل وسلام إلهي. شارك غبطة الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين وعدد من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات احتفالات الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في فلسطين بعيد يسوع الملك ومرور 60 عاما على تأسيسها، إضافة إلى تعيين أعضاء الأمانة الجدد. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. بمناسبة عيد يسوع الملك ومرور 60 عاما على تأسيس الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في فلسطين، أقيم قداس شكر في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم أقامته الأمانة العامة شبيبة موطن يسوع. ترأس القداس غبطة البطريرك الكاردينال بيير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين بمعاونة المطران ويليام الشوملي وحشد كبير من الكهنة والشمامسة وبحضور الرهبان والراهبات. وبرغم من كثرة الحواجز والصعوبات في التنقل ما بين المدن، إلا أن مقاعد الكنيسة امتلأت بأعضاء الأمانة وبحضور أبناء الشبيبة من مختلف مناطق الأراضي المقدسة. وخلال القداس قدمت الأمانة العامة للشبيبة استقالتها ليتم تعيين المناصب الجديدة. تستمر وتعمل من أجل مجد الله وخلاص الناس.
وبكل فرح وحب تلى الأب لويس سلمان المرشد الروحي العام للشبيبة أسماء الأعضاء الجدد للأمانة العامة للشبيبة المسيحية في فلسطين شبيبة موطن يسوع. وقد عبر غبطة البطريرك عن سعادته وفرحته لهذا العدد الكبير من أبناء الشبيبة وحثهم على الاقتداء بتعاليم يسوع المسيح في مسيرتهم والتمسك بالإنجيل المقدس وأن يواصلوا خدمتهم. فشبيبة موطن يسوع هي الحجارة الحية في الأراضي المقدسة وهم الشهود لله في الحياة من خلال أعمالهم وأقوالهم ليخطوا على خطى المسيح للوصول إلى الملكوت السماوي. Today we are celebrating Christ the King. Our King is Christ on the cross and is which is symbol of love. So my message to the youth is not to despair but to always be testimony of love, which is the foundation for hope. Where there is someone giving the life for the others, where there is commitment, where there is a struggle to support each other, there is hope. So I hope our youth will be our ambassadors of hope here in Palestine. لكن اللي بيجمعنا دائما اولا هو يسوع المسيح اللي بيعطينا النور وبيعطينا التحدي رسالة تحدي انه احنا معه مش ممكن نوقف ولا ممكن نموت. هذا هو قداس الاستلام والتسليم بمنحنا دائما الحياة. ما في موت مع المسيح، هي استمرارية من وإلى ومن وإلى إلى الأبد على طول بيسوع المسيح. فبيجمعنا دائما حضوره قوته دائما شغفه بالشباب ويعطيهم هاي القوة. رسالة بوجهها من أجل الجميع الشباب والشابات في العالم وخاصة في أرضنا، إحنا لازم يكون عندنا رسالة وقضية نحملها، وأهم قضية نحملها هي العدالة. باحثين عن العدالة، هذا كان يسوع الملك الحقيقي في المحاكمة، كان باحث عن الحق والعدالة، وإحنا على مثاله. كل سنة وأنتم سالمين جميعا. اليوم شفنا من أحلى لوحات، حتى جمع الشباب الكبير للشباب والصبايا من كل أرض فلسطين أجوا حتى نحتفل مع بعض بعيد يسوع الملك ونعيش هاي اللحظات، لأنه إحنا أولاد الملك. رسالتنا لشبيبتنا اليوم نعم للرجاء، نعم للأمل، ونعم للحياة. هاي أرض يسوع، يسوع ما بيتركها، ورسالتنا نبقى ثابتين فيها، نعبر عن هويتنا بكل فرح وبكل محبة لأنه إحنا أولاد موطن يسوع. وفي نهاية القداس وبعد إعطاء البركة الختامية تم أخذ صور تذكارية. لعهدك سنبقى 60 عاما ونستمر. لنرسات مارلين الحدوى من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم. وفي سياق متصل، اختتمت الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن احتفالاتها بعيد يسوع الملك شفيع الشبيبة في لقاء جمع شبيبات المملكة من فئتي الجامعية والعاملة في كلية ترسنطة جبل للويبدة. ابتدأ اللقاء بقداس إلهي ترأسه المرشد الروحي العام الأب وجد طوال، الذي أكد للمشاركين أن الله يريدهم أن يتحدوا فيه لينطلقوا للعالم بالنور والإيمان ويكتشفوا حضوره وعظيم عجائبه في حياتهم. وقد تحدث في الاحتفال السيد إبراهيم مسلم الذي سلم راية الخدمة للسيد غسان عصفور، فيما قدم الأب وجد طوال عرضا للمسيرة الروحية. واختتم اللقاء بسرد لنشاطات ومشاركات الفئتين الجامعية والعاملة. رعى سيادة المطران كريستوفوروس عطالله مطران الأردن للروم الأرثوذكس حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في مدرسة الروم الأرثوذكس بالفحيص.
اشتمل الحفل على إلقاء العديد من الكلمات التي أكدت على البعد الروحي والديني لميلاد السيد المسيح. كما قدمت في الاحتفال فقرات موسيقية وفنية شارك بها طلبة المدرسة، فيما أدت التراتيل جوقة بقيادة الأب سيرافيم السلمان. وعلى هامش الاحتفال أقامت مدرسة الأرثوذكس طبقاً خيرياً اشتمل على عدد من المأكولات والعصائر ليذهب ريعه للأعمال الخيرية. وفي ختام الحفل كرمت إدارة المدرسة ممثلة بالدكتور فادي السماوي المطران كريستوفوروس وعدداً من المؤسسات والشخصيات من أبناء مدينة الفحص. حضر الاحتفال رئيس البلدية عمر عكروش وعدد كبير من الآباء الكهنة وفعاليات رسمية وشعبية وطلابية. بدعوة من الرهبنة الوردية في المملكة أقيم في كنيسة بيت الزيارة بدابوق قداس احتفالي بمناسبة ذكرى عيد القديسة ماري ألفونسين بحضور عدد من الآباء الكهنة والراهبات وجمع حاشد من أبناء الرعاية في المملكة. المزيد عن هذا الاحتفال في سياق التقرير التالي. قدس هبي أنشدي، قدس هبي رنمي، قدس هبي أنشدي، رنمي في كل تل وارتدي ثوب التجلي. في غمرة الاحتفالات بعيد القديسة ماري ألفونسين أقيم في كنيسة بيت الزيارة في العاصمة الأردنية عمان احتفال إيماني حاشد تخلله قداس إلهي ترأسه قدس الأب جهاد الشويحات القائم بأعمال النائب البطريركي للاتيني في الأردن بحضور البطريرك فؤاد طوال والأخت صوفي حتار الرئيسة العامة لراهبات الوردية وبمشاركة النائب العام لرهبانية الوردية الأخت مادلين دبابنة وعدد من راهبات الوردية والأخويات المريمية ولفيف من الآباء الكهنة من مختلف الكنائس وشخصيات إعلامية وجمع غفير من المؤمنين، فيما أحيت ترانيم القداس جوقة الكنيسة. الإله الأب القادر على كل شيء، أيها الرب الإبن الوحيد يسوع المسيح، أيها الرب الإله يا حمل الله وابن الآب، يا حامل خطايا العالم ارحمنا، يا حامل خطايا العالم اقبل تضرعنا. في بداية القداس تليت آيات من الإنجيل المقدس، ثم ألقى الأب شويحات عظة دعا فيها إلى التأمل بحياة القديسة ألفونسين ومكانتها الخاصة بين المؤمنين وروحانيتها المليئة بالفضائل والنعم. مستميحاً للحاضرين رفع الصلاة إلى الأم ألفونسين طالبين شفاعتها لنا ولعائلاتنا ولبلادنا ولرهبنة الوردية المقدسة، مذكراً بدورها النبيل في تأسيس الإرساليات في الأردن وفي فلسطين، حيث بلغ بها التواضع والسلام الداخلي لأن تتحمل الاتهامات القاسية بصمت وابتسامة ملائكية. وقبل ختام القداس قدمت الأخت مادلين دبابن الشكر للأب جهاد الشويحات وكافة الحضور على المشاركة بهذا الاحتفال، وقالت: نحتفل اليوم براهبة كرست حياتها لله مستمطرة النعمة والبركات الإلهية، وقد حملت صليبها وسط العقبات والعذبات المريرة وتحملت وصبرت. وفي ختام كلمتها توجهت بالدعاء إلى الله أن يمنح السلام العادل في الأرض المقدسة وأن تتوقف الحروب وتنطفئ نيران الأحقاد والانتقام كي يعيش الناس بطمأنينة وأمان وسلام. ويذكر أن مؤسسة رهبنة الوردية ألفونسين المولودة في القدس أسست أخوية الحبل بلادنس وأخوية الأمهات المسيحيات في المدينة المقدسة. وخلال تواجدها في بيت لحم ظهرت لها السيدة العذراء طالبة منها إنشاء رهبانية جديدة باسم راهبات الوردية المقدسة. ثم جالت القديسة ألفونسين في مناطق عدة ضمن مهمة التدريس والإرشاد في كل من الناصرة والسلط وغيرها من الأماكن، وأسست داراً للأيتام في عين كارم. وقد تميزت مسيرتها المقدسة بالحب والتواضع والصمت والبذل والعطاء، وتكريماً لها تم إعلانها قديسة عام 2015 في الفاتيكان على يد قداسة البابا فرانسيس.
وفي الأرض المقدسة ترأس المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي العام قداساً إلهياً في كنيسة دير راهبات الوردية في مدينة القدس بمناسبة عيد القديسة ماري ألفونسين. شارك في القداس لفيف من الكهنة وبحضور الأخت صوفي حتر الرئيسة العامة لراهبات الوردية وعدد من الراهبات وجمع من المؤمنين. انتخب اتحاد الرهبانيات في الأردن الأخت سارة غنيم كرئيسة للاتحاد للسنوات الثلاث القادمة، والأخت سيسيل حجازين من راهبات الوردية كسكرتيرة للاتحاد، والأخت نهى صليبي من راهبات الصليب كوكيلة مالية. وخلال اللقاء الذي أقيم في كلية ترسنتا بحضور النائب العام لرهبنة الوردية الأخت مادلين دبابنة، قدمت الأخت سيسيل حجازين تقريراً شاملاً عن نشاطات وإنجازات الاتحاد خلال السنوات الثلاث الماضية، وانتهى اللقاء بأخذ صورة تذكارية للعمدة الجديدة مع مرشد الاتحاد الأب رشيد مستريح والأخوات المشاركات. أقيمت على مسرح جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية الشميساني أمسية لكورال القديس نكتاريوس بعنوان شذرات من رحيق السماء بحضور المطران كريستوفوروس ومشاركة عدد من الآباء الكهنة وجموع حاشدة من مختلف الرعاية. وتخلل الأمسية عرض فيلم وثائقي عن حياة القديس نكتاريوس وتقديم باقة من الأناشيد لوالدة الإله وللرب يسوع بقيادة الأستاذ ندي المنة نالت إعجاب الحاضرين. كما قدم الشماس المتوحد خريسانثوس سلسلة من التأملات عن حياة القديس نكتاريوس العجائبي. واختتمت الأمسية بكلمة روحية لراعي الحفل شكر فيها الأستاذ ندي المنى والأب نيكوفوروس على جهودهما الدؤوبة. وإنت اليوم مع الكنيسة مع أمك ووالدك ووالدتك لأنهم هيك ربوك، وهذا أمل لكل عائلة اللي هي منتمية للوطن وللكنيسة ولله. ربنا يباركك ابني مع كل محبتي لإلك على كل العمل اللي قدمته، وبطلب منك إنك تستمر في تقديمه لمجد ربنا. في طفل صغير من أرض سنفرية الاسم أنستاس وعيلته مش غنية بيصلي
أكد الدكتور هكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان بالعلاقة الأردنية اللبنانية المتميزة وبالموقف الأردني الرسمي تجاه الأزمة اللبنانية. جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في عمان ولقائه المدبر البطريركي الأرشمندريت بولس نزهة بحضور مدير عام كاريتاس الأردن وائل سليمان، حيث استمع الوزير الضيف لعرض قدمه الأب نزهة حول ما تقوم به المطرانية من نشاط لتحقيق رسالتها في خدمة الأبرشية الأردنية وأبنائها. وفي اليوم الثاني للزيارة حضر الدكتور حجار القداس الإلهي الذي ترأسه قدس الأب نبيل حداد في كاتدرائية القديس جوارجيوس في أم السماق بمناسبة عيد دخول السيد إلى الهيكل. بدعوة من النيابة البطريركية المارونية في الأردن وراعيها سيادة المطران موسى الحاج، رعت العين هيفاء النجار أمسية صلاة وسلام لبيروت بمناسبة عيد استقلال دولة لبنان الشقيقة بحضور السفير اللبناني في الأردن يوسف الرجي والقنصل جورج فاضل وشخصيات رسمية وإعلامية وجمع حاشد من اللبنانيين والضيوف المدعوين. قدم السهرة الروحية خادم رعية مارشيربل بعمان قدس الأب جوزيف سويد الذي دعا في كلمته لأن يعم السلام كافة أرجاء لبنان، وتخللت الأمسية ترنيمتان باللغتين العربية والإنجليزية من ترنيم أطفال مدرسة التحالف الأردنية. كما أحيا هذه الأمسية الروحية المرنمون هبة عباسي وناتالي سمعان وزيد قنداح وفارس عباسي بقيادة الموسيقار غريس أبو ظاهر.
بمناسبة عيد يسوع الملك، احتفلت شبيبة القديس يوحنا دي لاسال فرير بجبل الحسين بقداس إلهي ترأسه كاهن الرعية الأب إبراهيم نفاع. جرى خلاله تعيين مجلس الشبيبة الجديد لعام 2025 وأداء قسم الشبيبة. وقدم الأب نفاع لأعضاء المجلس الجديد التهاني وتمنى لهم التوفيق في خدمتهم، كما قدم الثناء للمجلس السابق وشكرهم على جهودهم. حضر القداس السيد غسان عصفور أمين عام الشبيبة المسيحية وسيد أسامة طوباسي مسؤول لجنة الإعلام. وفي عظته قال الأب إبراهيم: نصلي لأن تكون بركة ونعمة الرب مع المجلس الجديد حتى يواصل مسيرة الإيمان والمحبة والنهوض بهذه الشبيبة تحت شعارها إرادة وحياة. وبهذه المناسبة أيضاً احتفلت رعية القديس جورج الشهيد للاتين في إربد بالقداس الاحتفال بعيد يسوع الملك. ترأس القداس الأب فراس عريضة كاهن الرعية بمساعدة الشدايقة وحضور عدد من أبناء الرعية. شمل القداس إعلان أسماء أعضاء مجلس الشبيبة وأداء القسم. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. على أصوات جرس الكنيسة اجتمع المؤمنين ببيت يسوع لتحتفل الرعية بقلب واحد بعيد يسوع الملك بكنيسة القديس جورج الشهيد للاتين بإربد. وعلى ترتيلة يا مسيحا جئت نورا بلش القداس الاحتفال بعيد يسوع ملك الكون والقلوب. ترأس القداس الأبونا فراس عريضة كاهن الرعية بمساعدة من الشدايقة وخدام الهيكل، وأكيد بحضور ومشاركة من الشبيبة كلها صغار وكبار، إضافة لعدد كبير من المؤمنين. بالشموع دخلوا الكنيسة بكل شمعة كانت بتحمل أمنية وسلام، تحمل حب ومحبة، وأكيد طلبة خاصة لربنا. عيد يسوع الملك هو عيد الشبيبة، وفيه بتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بالأحد الأخير بالزمن العادي ليبلش الاحتفال بزمن المجيء. بعثة الأبونا فراس واللي كانت موجهة بشكل مباشر للشباب والشبيبة ليعيشوا حياة مسيحية فيها جوهر المسيح ولإيقاظ روح الشباب ويكونوا ثورة بالكنيسة والمجتمع. هالثورة مش حرب وخراب ودمار، هالثورة هي ثورة إيجابية انطلقت من يسوع قبل 2000 سنة، ثورة ضد الأنانية والخطيئة. وبعديها ليعلن الأبونا تعيين مسؤولين مجلس الشبيبة لسنة 2025 بفئاتها المختلفة لينطلقوا قدام هيكل الرب ويأدوا القسم. إني أقبل هذه الخدمة وأشكر السيد المسيح ربي وإلهي على دعوته لي للمشاركة في خدمة النفوس، وإني أعد أن أحافظ على تعاليمه الإلهية وتعاليم الكنيسة الكاثوليكية المقدسة، وأن أخدم الإخوة بروح الطاعة لرعاة نفوسنا. وبعد ما انتهى القداس عرضت الشبيبة قدام الرعية أبرز أنشطتها اللي عملتها وشاركت فيها. بعيد يسوع الملك هو عيد ملك الكون، لكن هالكون أو المملكة هاي كما أعلنها لبيلاطس ليست من هذا العالم. مملكة يسوع مش محصورة بزمان أو مكان، وعرش يسوع هو عرش اليتامى، المساكين، الخطأ، المتألمين والمرضى كمان. بحياة يسوع الأرضية اللي علمنا إنه السلطة والسيادة ما بتكون بالعرش أو التسلط، بل هي بالخدمة الحقيقية والمحبة للغير. من إربد لقناة نورسات نيفين حداد. دعا مؤتمر دولي للسلام عقد في أندونيسيا وشارك به من الأردن الأرشديكن القس فائق حداد راعي كنيسة الفادي الأسقفية العربية في عمان إلى تعزيز السلام والاحترام المتبادل والتضامن والتعاون من أجل الصالح العام للبشرية جمعاء.
وأكد المشاركون في المؤتمر من قادة وعلماء أن الدين يجب أن يلعب دوراً في المصالحة بين الدول والشعوب ليكون بمثابة جسر وليس عائقاً أمام تحقيق هذا السلام، مشدداً على أن حب الله والقريب ينبغي أن يكون قاسماً مشتركاً لكافة أبناء الأديان. وأدان المؤتمر في بيانه الختامي كل أشكال الكراهية والعنف والتمييز ضد المسيحيين. تم تدشين فسيفساء جديدة مخصصة للنبي إيليا على جبل نبو تحكي قصتها أهم اللحظات من حياة هذا القديس. شهد حفل التدشين حارس الأرض المقدسة الأب فرانشيسكو باتون الذي ترأس قداسا احتفاليا بهذه المناسبة. شارك في الاحتفال لفيف من الآباء الكهنة بحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية. وأكد حارس الأرض المقدسة في عظته بأن إيليا هو رمز للإيمان الذي لا يتزعزع ومثال لكل من يسعى إلى الحقيقة والسلام. بمشاركة 120 شاباً من مختلف محافظات المملكة نظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني برنامجاً لتدريبهم على تصميم المبادرات المجتمعية الهادفة للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات. ويهدف المشروع الذي أقيم في قرية عنبري للتدريب بعمان لتمكين الشباب من عمل مبادرات مبتكرة تركز على تعزيز العدالة الاجتماعية ومواجهة التحديات المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. وفي رام الله نظمت وزارة شؤون المرأة حملة لمناهضة العنف ضد النساء الفلسطينيات بهدف تكثيف الجهود وطنياً ودولياً لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المرأة والمطالبة بوقف الحرب على غزة ومساءلة الاحتلال على جرائمه. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزارة بحضور ممثلات وممثلين من مؤسسات نسوية ومجتمع مدني. وأكدت الوزارة على ضرورة تكثيف التوعية ومناهضة العنف بإشراك وسائل الإعلام والكنائس والمساجد والمدارس. ترأس غبطة الكاردينال لويس روفائيل ساكو قداساً إلهياً في رعية مارك أوركيس في بغداد بمعاونة عدد من الآباء الكهنة وحضور جمع حاشد من المؤمنين. وبعد قراءات من الإنجيل المقدس طلب غبطته الصلاة من أجل انتهاء الحروب في الأرض المقدسة وتحقيق السلام والاستقرار والحياة الكريمة للشعوب المتألمة. في لقاء محبة وتعارف التقى المطران كريستوفورس في قاعة كنيسة الصعود الإلهي بخلدة مع المتزوجين حديثا من أبناء الرعية، حيث اشتمل اللقاء على محاضرة توعوية لسيادته تحدث فيها عن أهمية العائلة وضرورة ارتباطها بالكنيسة على جميع الأصعدة. كما تحدث خلال اللقاء الشماس خريسانتوس عن أهمية دور بيت العائلة ومكانته في الكنيسة، ثم استمع سيادته لاقتراحات المشاركين لتطوير دورة المقبلين على الزواج وغيرها من الأمور. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة متميزة بعنوان السنة الكنسية رموز وحياة. وقد استضاف البرنامج الأب بشير بدر مدير المركز الرعوي لشؤون العائلة والزواج اللاتيني، حيث تناول الأب بدر في حديثه تقسيمات السنة اللوترجية المعتمدة على دوران الأرض حول الشمس ومن أين يبدأ التقسيم وإلى أين ينتهي، مشدداً قدسه على أن يوم الأحد من كل أسبوع هو يوم مقدس للصلاة والرجاء. فإلى هناك. الطقس الكنسي أو السنة اللوترجية مثل ما عم نفسر، بس تعطينا هيك معناتها، تعريفها كيف يعني، مكوناتها، تعطينا مقدمة لهذا الموضوع. تفضل. حياة مثل ما حكيت تسير على إيقاع الزمن. نعم. الكون يسير على الزمن، الحياة الأرضية الإنسانية. نعم. تسير على إيقاع الليل والنهار والفصول. إحنا لما منفكر بالسنة منفكر بهذه البداية والنهاية وفي بينهم عدد من الفصول، هذه الفصول تلون حياتنا. حلو. هذه الفصول تدمغ نفسيتنا أيضا. فيها لبس مختلف، فيها روح مختلفة، فيها أكل مختلف. كل فصل حتى الألوان. نعم. منلاحظ. نعم. تتابع الألوان. يعني هذا اللون خريفي، هذا اللون صيفي، هذا اللون ربيعي. ولما بدنا نحكي عن حتى حياتنا الشخصية منلونها بلون الفصل. صح. اليوم
عايش أجواء صيفية، عايش نعم. أجواء خريفية يعني صح. حتى الإنسان بفصل حياته. قبل فترة كان عندي محاضرة عن فصول الحياة نعم. وفصول الحياة الزوجية حلو. بتنوعها. طبعا السنة 365 يوم ربع مقسمة إلى أسابيع، هم 52 أسبوع نعم. السنة الليتورجية تتبع هذا التقسيم الشمسي الأسابيع نعم. والشهور، ولكن فيها أيضا خصوصيتها نعم. فيها ألوانها، فيها صلواتها، فيها أعيادها، فيها أفراحها، فيها أحزانها نعم. وهذه المواسم تسمى بالكنيسة الليتورجية. الليتورجية أي الخدمات، الخدمات والصلوات وعمل الشعب. أبونا، التقسيم الليتورجي بهاي الطريقة من أين بدأ وكيف وجدت الكنيسة الحاجة إلى التقسيم هذا؟ يعني أنا بدي أنزل أرجع للتاريخ، التاريخ الأولي، إنه كيف تم التقسيم، من أين استوحوا يعني المحتوى؟ هلا بلا شك التقسيم الليتورجي جاء لاحقا على مدى القرون نعم. تطور نضج ولليوم يدخل عليه تعديلات، إضافات نعم. إزالات بعض الأعياد أو تغييرات نعم. زي ما حكيت لك بدأت الحياة الكنسية نعم. المسيحية حول سر موت يسوع وقيامته نعم. وكانت الذكرى هي الأحد نعم. كان الفصح السنوي، ثم صار الفصح الأسبوعي على رأي القديس أغسطينوس يوم نعم. الأحد، وصار يوم الأحد هو أساس السنة الطقسية أوكي. إلى أنه كان المسيحيين يجتمعوا عشية الأحد إلى فجر الأحد للصلاة وعندما كانوا يقبض على المسيحيين قالوا لهم كنا نمنعكم تلتقوا كانوا يقولوا بدون الأحد لا نستطيع أن نعيش. حلو. سين دومينيكوس نون بوسيموس، بدون الأحد ما بنقدر نعم. إذن كان الأحد هو محور، ولكن محور الصلاة الكنسية المسيحية والإيمان الليتورجي نعم. ال- 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 الدستور العقائدي حول الليتورجية المقدسة ساكروسانكتوم كونشيليوم يقول يوم الرب هو العيد الأصلي ويجب الاحتفال به في الكنيسة الجامعة باعتباره اليوم المقدس الأساسي والإلزامي نعم. زمن المجيء نلبس اللون البنفسجي أربع أسابيع أوكي تمام. من 30 أراوند 30 11 قبله بكم يوم بعده إلى المهم لازم يكون أربع أحد ويجب أن تنتهي الأحد في 24 12 نعم. أوكي قد يحدث مرات نعم. أن يكون الأحد الرابع هو نفسه ليلة الميلاد، أوكي نعم. لازم يكون فيه أربع أحد. رسالة هذا الزمن الاستعداد لمجيء الرب نعم. هذا الانتظار الـ والشوق اللي مطلوب فيه هذا الرجاء. تغيرت الروحانية من الحزن إلى المجيء، الانتظار الفرح نعم. خلينا نقول ولكن الفرح والواعي الساهر أوكي ثم بعد ذلك بعد الأربعة تجي زمن الميلادي ليلة الميلاد 24 وتمتد إلى الغطاس. هذولا قد يكونوا أحدين والثالث شو بتغيروا اللبس؟ مصير نلبس اللون الأبيض. الأبيض هذا البيج خليني أقول نعم. من ليلة الميلاد حتى عيد الغطاس نعم. هذول بيكونوا أسبوعين؟ أسبوعين، وقد يكون بعد الغطاس الثالث، يعني قد يكون الأحد قبل الغطاس، قد نعم. يكون الأحد بعد الغطاس نعم. هم في أحدين، ولكن بالتقليد القديم كانوا يقولوا 13 يوم يعدوهم أوكي. واليوم حقيقة هم الفارق بين الرزنامتين الشرقية والغربية 13 يوم نعم. يعني غطاسنا هو الميلاد الشرقي. الرسالة هو فرح مجيء يسوع، نور العالم، خلاص العالم، سلام العالم نعم. محبة الله للعالم، ولكن الشعور الأكبر إن الله سكن بيننا، هو العمانوئيل نعم. فرح سكن الله بيننا، إن الكلمة صار بشرا وسكن بيننا.
بعدين بيجي عيد الكنيسة اللاتينية فصلت الغطاس وعيد عماد الرب، نعم، مشان يكون الأحد المباشرة هو بداية حياة يسوع العلنية، نعم، فنبدأ فيها ما يسمى الزمن العادي أو زمن السنة، نعم، قد يمتد بضع أسابيع إلى أن يأتي زمن الزمن الأربعيني. يعني بيكون من عيد الغطاس. هلا شو بعيد الغطاس بيلبسوا؟ بعيد الغطاس بنلبس الذهبي. الذهبي. نعم. عيد سيدي. وعيد الغطاس وعيد العماد وعماد الرب. هلا عيد الغطاس بالعربي محدود، الغطاس، نعم، من غطس يعني عماد يسوع. نعم. ولكن باللغات اللاتينية واليونانية ثيوفانية أو إبيفانية عيد ظهور الله بين الناس. أوكي. نعم. بظهور الله في الجسد، ظهور الله للأمم الوثنية. بزيارة المجوس، ظهور سر الله الثالوث الأقدس في عماد يسوع، وأيضا نضيف لاحقا أظهر مجده في معجزة يسوع الأولى في قانا الجليل عندما حول الماء خمرا فأظهر مجده. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. البابا فرانسيس: لأجل خير البشرية علينا الابتعاد عن التمييز الديني والعرقي والسياسي. بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس يدعون لإحياء ذكرى المجيء بتعبيرات تعكس رجاءنا المسيحي. كنائس الأرض المقدسة تحتفل بعيد يسوع الملك. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursadjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.